صباحكم مشاهدينا اينما كنتم داخل الوطن وخارجه في لقاء جديد يجمعنا بكم في حلقه جديده من صباح اليمن اليوم. ياتي الشتاء محملا باللقاءات والصباحات البيضاء، يملا الدنيا سلاما ومحبه للجميع، نرسم من خلال صوت حبات المطر وهي تتساقط على ارضنا الحبيبه، فقليل من الذكريات الجميله كفيله باعطائنا رسائل الامل والبهجه التي ما زالت الحياه مستمره وما تزال الآمال موجودة، فتفائلوا، ما زالت الحياة مستمرة. السادة المشاهدين المحترمين، أسعد الله بالخير صباحكم كما قالت زميلتي شيرين داخل الوطن وخارجي. صباح الخير شيرين. يسعد صباحك صديقي. والتحية للسادة المشاهدين من المحيط إلى الخليج، مرحبا بكم عبر صباح شتائي حاملا أمطار الخير لينعش الأرض ويحيي قلوبنا ويدخل سكينة والهدوء لأنفسنا. ننتظر فارغ الصبر، فالصباح رمز الحياة والمطر أيضا، لأن بعده تزين الدنيا وتكسى باللون الأخضر الذي ينير الأرض ويزيدها جمالا. وأنتم أمام الشاشة، حضوركم شرف كبير لنا. أسعد الله بالخير صباحكم مجددا، وأنا وزميلتي شيرين أحييكم عبر برنامجكم الصباحي المباشر صباح اليمن اليوم، الذي يأتيكم عبر شاشتكم، شاشة قناة اليمن اليوم. التنمر الإلكتروني وأثره على الشباب، هذا هو الموضوع الرئيس لهذه الحلقة خلال هذا الصباح. السادة المشاهدين، التنمر الإلكتروني عبارة عن إذا متعمد، والإلكتروني منه عبارة عن نشاط يحدث على الأجهزة الرقمية مثل الأجهزة اللوحية
والهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب، وذلك عن طريق إرسال رسائل على البريد الإلكتروني أو على رسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر الألعاب والتطبيقات من خلال شبكة الأنترنت. طبعا يشمل عدة أمور قد تسبب الضرر للشخص المتنمر عليه، وتشمل أيضا مشاركة معلومات شخصية محرجة لإزعاج أو بث الخوف في نفس الشخص المتنمر عليه. فعلا صبري، نوع معاصر من الخطر يهدد سلامة المجتمع مع الأسف وأفراده بجميع مستوياتهم وأعمارهم. طرق حديثة للتنمر والهجوم تؤدي إلى أضرار جسيمة اجتماعيا ونفسيا وأمنية واقتصادية وأيضا سياسية. استغل الكثيرون مهاراتهم في استخدام التقنيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ليتبعوا سلوكيات كالتهديد عفوا أو الترهيب أو السخرية أو الازدراء أو نشر الأكاذيب، أيضا إطلاق الشائعات كما تحدثت أيضا زميلتي شيرين في مقدمتها. ينطوي طبعا الأذى داخل المزاح، يعني بعضهم يعني بيعمل مزاح يتعمد يعني من أجل الشهرة أو حتى تحقيق مكاسب الشخصية سواء كانت مادية أو حتى اجتماعية أو حتى انتقامية أو تحريضا على أعمال وسلوكيات خاطئة وغيرها. السادة المشاهدين، أصبح هناك نوع من التبجح والتطاول على الشخصية العامة عن جهل ودون موقف محدد ودون وعي، ولكن لمجرد الشهرة أو لتنفيذ مخططات معينة. لكن هناك فئات بسيطة في المجتمع تتأثر بهذه الأكاذيب والادعاءات، وهناك أشخاص يحاولون أن يجدوا لأنفسهم مكانة أو قيمة في هذا العالم الافتراضي، يوهمون أنفسهم بأنهم شخصية ذات مكانة افتراضية من خلال كتاباتهم أو شيء، ليجمعوا بعض المعجبين بما يكتبونه من المتابعين، ولا يدركون أن هذا يسبب أضرار كثيرة للمجتمع. هذه طبعا التصرفات المغلوطة والموتورة التي تتسبب في إيذاء الناس بطريقة مقصودة ومتعمدة، سواء من خلال خدمة الأنترنت أو الهاتف المحمول أو صفحات الويب وغرف الدردشة أو حتى الرسائل النصية، يجب أن تتم مراقبتها بل الإبلاغ عنها للحد منها ومنع الفوضى. هناك أشخاص يبحثون عن نقطة ضعف في شخص آخر تكون خارجة عن إرادته ولا يمكنه السيطرة عليها، فيراقبه وفجأة ينقض عليه مثل النمر الذي يظهر ثباتا تاما وهو يراقب فريسته، وفي لحظة محددة يقوم بالانقضاض عليها. قد يكون هذا الانقضاض طبعا استهزاء، سخرية أو نقدا أو حتى معايرة أو تقليلا من شأن أحد كنوع من أنواع كشف العيوب على مرأة ومسمع من الآخرين. طبعا هذه المواضيع سوف نناقشها مع ضيفتنا اليوم في الاستوديو الدكتورة أسماء مراد، أخصائية الإرشاد الأسري. فاصل ثم نعود نستكمل حوارنا مع ضيفتنا الدكتورة أسماء. صباح
مرحبا بكم مجددا سادة المشاهدين، ونحن طبعا في بداية حديثنا عن التنمر الإلكتروني وأثاره على الشباب. الموضوع هذا دائما هو شائك، وهذه الظاهرة للأسف ظهرت يعني خلال السنوات الماضية القليلة بفضل طبعا انتشار الأجهزة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أيضا إدمان الشباب على استخدامها واستخدامها الاستخدام السيء للأسف الشديد. الدكتورة أسماء مراد أخصائية الأرشاد الأسري هي معنا في الاستوديو. مرحبا بك دكتورة أسماء. أهلا بك وصباح الخير. صباح وشكرا الخير. لحضورك، نورتي البرنامج. تسلموا يا رب، دي تاني مرة أتشرف بيك وسعيدة جدا وتشرفت لأول مرة بالمذيعة الجميلة أستاذة شيرين. يعني أنا بتابع حلقاتكم ما شاء الله عليكم، البرنامج تحفة. وتحية لأهل اليمن السعيد اللي هم من أعزاء جدا على الأرض. الله يخليك، شكرا يا دكتورة. دكتورة طبعا أنت عارفة أن الموضوع هذا موضوع يعني وقع فيه ضحايا كثيرة، موضوع التنمر الإلكتروني موضوع جديد يعني يجب أن نسلط الضوء عليه. إحنا لو وضحنا للسادة المشاهدين عن ما هو التنمر الإلكتروني. في الأول أنا هتكلم عن المجتمع بشكل عام. المجتمع كله عبارة عن قسمين، في جزء المتنمرين والجزء الثاني المتنمر عليهم اللي هم الضحايا. التنمر ليه اشكال وانواع كتير قوي، هو سلوك منتشر جدا دلوقتي للاسف الشديد. في منه تنمر بالعنف الجسدي، تنمر لفظي، تنمر اجتماعي بتشويه السمعه والاشاعات والتنمر المدرسي والتنمر الزوجي. واحنا هنتكلم النهارده عن التنمر الالكتروني اللي هو بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ابتدى يبقى فيه نوع من انواع التنمر الخفي. وهتلاقي الحد اللي بيعمل التنمر الخفي ده سلوك مستمر دائم بشكل مستفز سيء جدا، يسيء إلى أحد الأشخاص بشكل مستمر، بحيث ان الشخص ده يسمع بقى او يشوف او حد يتكلم معاه او حد يبعت له فيديو سوري يبعت له حاجة تسيء إليه، تسبب له أذى نفسي كبير جدا بسبب الكلام اللي هو بيتعرض. هناك ضحايا دكتورة، يعني للأسف يعني ظهر ضحايا، هو طبعا يتم ابتزازهم في البداية ماليا وبعدين جنسيا وكل الأحوال. هو الشخص أساسا اللي بيعمل التنمر ده أنا شايفة أنه هو في الأساس الضحية الأولى. ليه؟ لأنه هو تعرض لنوع من أنواع النقد واللوم والعتاب والأصوات السخيفة وكل ما يدمر الشخصية. فهو في الأساس تم التنمر عليه من الصغر. لو احنا دورنا على أسباب التنمر هتلاقي التربية والنشأة أو أي حاجة، اضطراب نفسي. أنا دايما برجع لنشأة الطفل من الأساس، التعليم في الصغر كان نقشي على الحجر. صحيح. التربية كمان كده، أنا بربي ابني أن أنا طول الوقت بنتقده، بشتمه، بزعقله، بقارنه، لوم، يعني المثلث الهدام، اللوم والنقد والعتاب والسخرية والمقارنة، كل الحاجات دي، مش مثلث ده بقى أربعة دلوقتي. الحاجات دي كلها بتدمر شخصية الإنسان، فبالتالي بيطلع فاقد الثقة بنفسه، فيا إما بيبقى منطوي يا إما بيبقى عنيف، فنوع من أنواع العنف اللفظي والتنمر. فالتنمر الإلكتروني هو بيحس إنه شجاع، بيحس إنه هو قوي، بيحس إن أنا دلوقتي ما بعت رسالة لأي حد أشتمه أو أتريق عليه. حتى المشاهير يا أستاذ صبري، إحنا بنشوف كده يا أستاذ شيرين، ناس مشاهير تعرضوا للتنمر. صحيح. عن نفسه، عن بيته، عن أولاده، عن شرفه، عن حاجات كتيرة. وأحيانا يكون التنمر هذا يعني جارح، مثلا يلامس أشياء واقعية، شخص تعرض لإصابة، شخص تعرض لحادث، شخص حصل موقف للأسف ويتم التنمر عليه بشكل عالمي. برافو عليكي. بيبقى احيانا لو حد ممتلئ الجسد، حد نحيف جدا، حد فيه عيب، مش بحب كلمه عيب خلقي، ربنا بيخلقنا كاملين اكيد. بس لو حد ربنا خلقه كده، انا هتنمر على خلق الله؟ صح. ده دي بتحصل، ده حقيقي، كلام حضرتك حقيقي. يا دكتوره اسماء، انا يعني الاحظ يعني مثلا خلال السنوات الماضيه الناس مثلا يريد ان يلفت الانتباه مثلا في جروبات معينه عن طريق الشتم والسب، اللي هو خلف تعرف، يعني لازم الشخص هذا يشتم، لازم يسب، لازم يعاير، لازم. هل هذا الشخص مثلا يشعر بعقده نقص فيه وبيعوضها؟ طيب انت في عالم افتراضي، طيب انت في عالم افتراضي، يعني لو كنت على الطبيعه مستحيل انك تشتم شخص. أيوة. او تعايره ببلده مثلا. أنا بقول لك هو الشخص المتنمر كاره لذاته بسبب اللي حصل له، بيحتاج علاج نفسي. يعني احنا لو قلت لي طب ايه حل المتنمر ده، اعمل معاه ايه؟ انا محتاج اعالجه نفسي. فهو كل مركبات عقد النقص اللي جواه بيبتدي يطلعها، بيعمل اسقاط على الاخرين. في علم النفس اسمه اسقاط، ان انا اللي فيا بجيبه في اللي قدامي. يعني انا دلوقتي حاسس ان انا قليل قدام حد ناجح، انا هدمر الناجح ده فارتقي انا بذاتي. واحيانا بنشوفها في التنمر الزوجي، دي مشكله كبيره برضو ضمن الاسباب. موضوع التنمر الزوجي، يعني الزوج مثلا، يعني الزوج بيتنمر على الزوجه، انت تخنتي، انت بعد الولاده جسمك بقى وحش، الزوجه برضو انت شكلك اتغير، انت فاكر كده ان في حد هيبص لك. احيانا بيحصل، مش بنعمم طبعا. اوكي.
طيب انت قلت يعني انه التنمر مصطلح من زمان، بس انا يعني عن نفسي من زمان يا صبري ما كناش نسمع عن المصطلح هذا التنمر بشكل كبير الان. يعني كان زمان يمكن التنمر بين شخصين أو بين مجموعه ممكن يا شيرين المصطلح واسع. انا سمعاه من زمان جدا من واحنا في ابتدائي اعدادي ويمكن في التخصص بس انتشر اكتر انتشر. والناس ما كانتش تعرف ان التنمر هو السخريه من الاخر ولومه وعتابه. بعدين زمان كان يعني المستوى التنمر يكون بين مجموعه او بين شخصين. أيوة. الان بقى يعني منتشر كثير او في يعني الاسره زي ما احنا قلنا في الاول ان يعني ممكن تبقى الام بتتنمر على بنتها وده اللي احنا بنقوله او الصديقه في ممكن تتنمر على صديقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي ما يشتريه. بس هقول لك على حاجه بقى يا استاذه شيرين، في نوع من انواع التنمر شبه ايجابي، انا مش هقول عليه ايجابي ولكنه بيحمس الشخص اللي قدامه. يعني انا عندي حالات كتيره البنات خست نجحت في حياتها نجحت في دراستها بسبب التنمر الشديد. اعتقد ان هي يعني كده تصرفت بشكل ايجابي، اعطاها دافع، اعطاها دافع انها تتخلص من الاثار السلبيه يعني في في حاله مثلا خست مثلا في شهر 16 كيلو لسه حد حكي لي قريب. عقبالنا يا رب كلنا نفسنا نخس. هذه ما شاء الله عليها عرفت تاخذ الطاقات السلبيه من هذا الموضوع ويعني عملته ووظفتها لصالحها. لكن البعض الاخر مع الاسف كثير من الفتيات بيوصلوا لنوع من انواع الاحباط ويهز ثقته بنفسه وبيتدمر وبيبقى الكلام حقيقي. يعني ممكن مثلا في التنمر الالكتروني او في المدرسي عشان بنشوف في المدارس يبقى الشخص قصير شويه رفيع صغير واصحابه كلهم كبار بيبقوا جروب. خد بالك يعني التنمر المدرسي مثلا بيبقوا جروب على شخص واحد بيستضعفوه بينقوا الحد اللي هو احنا هنطلع فيه قدراتنا وقوتنا. لما بنتكلم مع الطلبه المتنمرين مثلا بقول لك كل انواع التنمر بنكتشف ان بابا في البيت بيضربه او اصغر حد في اخواته وحاسس ان هو القليل واخواته بنات، او تلاقي حالات كتيره بقى ان هو باين انه قوي وممكن يبقوا ناجحين دراسيا على فكره وتلاقيهم شطار وخطهم جميل وممتازين ولكن بيختاروا حد يشعروا بالقوه عليه. فالشخص المتنمر انا شايفه انه عنده اضطراب نفسي شديد جدا محتاج للعلاج وللاحتواء من الاهل في الاساس. الشخص اللي تم التنمر عليه في حالتين، في الحاله اللي قلنا عليها حضرتك اللي هو بينجح في حياته وفي حاله اللي هو بيوصل للاحباط. وسمعنا يا استاذ صبري عن حالات كتير حصل لها ايه انتحار، وصلت للانتحار واطفال سمعنا ان هم انتحروا للاسف الشديد بسبب الدمار النفسي الشامل الفظيع اللي حصل للطفل بسبب التنمر عليه. ان هو طفل كمان مش هيقدر انه يعمل زي البنت مثلا اللي خدت التنمر كحافز ان هو هيتدمر انا مش عارف اعمل ايه وما عنديش ولي امر او وليه امر يقدروا يدعموني اني اخرج من دائره التنمر المخيفه دي. طيب يا دكتوره يعني من خلال كلامك كيف يمكن للشباب او الاطفال او المراهقين ان يكونوا امنين على انفسهم في يعني امنين على انفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما لازم يبقى في رقابه من الاهل يا استاذ صبري. يعني انا دايما اقول في تربيه الابناء احنا قلنا بنربيهم من الصغر بنشكل شخصيتهم، المدرسه بتشكلها اكتر، مجتمع الجامعه بيشكلهم زياده وبيختلفوا عن كل اللي ربيناه، ولكن الاساس اللي انا بربيهم عليه فانا لازم يكون عندي نوع من انواع الرقابه وليس المراقبه. يعني عارف البنت بالذات كمان لما احنا نفضل طول الوقت انت بتعملي ايه، انت رحتي فين، انت جيتي منين، يعني انت قاعده كويس، انت كذا، بربيها على الخوف والوقت الانثوي بمناسبه التنميه البشريه للستات. وتبقى البنت خايفه مش واثقه من نفسها، تيجي البنت دي هي نفسها تبقى ضحيه الابتزاز الجنسي، ضحيه ابتزاز مادي، ان هي خايفه انا ما عنديش ثقه في نفسي، انا اهلي مش بيتعاملوا معايا كويس، فبالتالي اي حد هيبتزها جنسيا او هياخد صوره ليها ويحطها زي الحالات اللي احنا شفناها حصلت ويحطها على صور اباحيه مثلا هتخاف جدا انا اهلي مش هيصدقوني لان ما فيش علاقه وطيده بين الاسره وبعضها. لا وتكون كمان للاسف انه مثلا علاقتها باخوتها علاقه قاسيه جدا، يعني مثلا المفروض ان الاخ يكون شويه قريب من اخته. لا هو بيتعامل كانه واسع عليها ولكن فعلا معظم البلدان العربيه مع الاسف يعني في جفاف محافظه صحيح في جفاف دي البنت ان انت المفروض ان احنا نحطك كده في قوقعه وان انت اللي سهله ضحيه في المجتمع وان احنا لو بنت وليها اخوات مثلا ولاد ودي حالات احنا مش بنعمم يا جماعه هتلاقي مثلا انا واصي عليكي انا اخوك اسمعي كلامي اعملي كذا البسي طيب كذا. طيب بمناسبه الموضوع ده يا استاذه اسماء يعني احنا دكتوره يعني شفنا كثير من القصص مع الأسف المأساوية المحزنة لعدة فتيات تعرضوا للاستغلال الإلكتروني وأدى بالأخير إلى انتحارهم إلى وفاتهم خوفا من يعني أن تواجه الأهل والمجتمع. بس مش قطع كلامك، في بنات هم بالفعل بيقعوا في هذه الدائرة
البنت بتبقى مفتقدة للحنية، مفتقدة للحنان، مفتقدة للعطف في الأسرة. دايما هنرجع كل كلامنا هتلاقي في التنشئة وفي جو الأسري اللي البنت صحيح عايشة فيه. صحيح. أنا دايما الحالات حتى اللي بشوفها عندي، أنا بشوف إن البنت اللي قوية، اللي شخصيتها كويسة، اللي بتختار العريس اللي بتقدم لها أو زوج المستقبل كويس، إن هي تم احتوائها من الأب. الأم هي أول مدربة في وعي الأنوثة عند البنت، والأب كذلك. الأب برضه ممكن يبقى مدرب رجولة لابنه ومدرب في وعي أنثوي لبنته، إن أنت أول راجل في حياتها. فمعظم البنات اللي قوية قوي، اللي اعترضت على أي حد حاول يقرب لها أو يهددها، المتنمر خاف منها، ما قدرش يعمل لها حاجة. هو اللي يخاف من الفضيحة وتشويه السمعة، مش هي. فهتلاقيها إن هي عندها أب احتواها، أب ادها المشاعر الكويسة. معظم البنات اللي بنتكلم معاهم ونلاقي عندهم مشاكل في قصة الاحتواء، أو إن هي عندها علاقات متعددة علاقات، أو بتدور على الجنس الآخر طول الوقت، بتدور على الحنية والحنان اللي هي افتقدتها من الأب في الأساس. فهتشوفي الفرق. ففي بنات بتبقى هي رايحة لده، مش هبص يعني عذر أقبح من ذنب إن أنا أقول لها عذرها إن هي تدور على حد يقول لها كلام حنين وكلام كويس، ولكن التنمر المفروض ان هي تبعد عنه بكل الطرق، وتخاف على نفسها، وتخاف على اهلها وسمعتها. طب صحيح، وفي احيانا اسباب غير كده برضو، اللي هي مثلا تعرض لي يعني عبر المواقع او عبر روابط ترسل الى اجهزه التليفونات. هناك برامج كثيره يتم فيها سحب محتويات بالضبط، او مثلا يعني اصلاح الهواتف في بعض الاماكن وغيره من الاشياء اللي تؤدي للاسف الى وقوع هذه الفتاه في للاستغلال. هنا مثلا في هذه الحاله، كيف ممكن برايك انه الضحيه هذه من الفتاه ان تتصرف؟ يعني عندها الان شخص بيهددها، وفي بالمقابل اسره شديده لا تستوعب الكلام اللي حتقوله. الأسرة ساعات بتبقى هي ضد البنت، ففي بنت بتيجي تحكي لي وتيجي تقول لي، فابدأ أنا أقول لها أنا معاكي، طب مش عايزة تقولي لأهلك مش هيصدقوكي، تعالي أنا خليكي تلجئي للقانون، تتكلمي مع محامي شاطر، تتكلمي مع حد يقدر يساعدك. وفعلا ده بيحصل، وبنقدر إن احنا يعني نتعامل مع المشكلة بدون علم أهلها، أو يعني مبدئيا ما يعرفوش، وبعدين فيما بعد بدون علم أهلها مش هينفع. ساعات بدون علم أهلها، لو الحاجة مشكلة بسيطة، تنمر لفظي، حد بيهددها، يبتدي يخاف ان في حد بيتعامل معاها، وبيبقوا عارفين انا مين اللي بيتكلم معاهم، يعني ان حد متخصص. فابتدي انا اتواصل مع الاهل واقول للاهل البنت تعرضت لواحد اتنين تلاتة، ودي الادلة، بيبقوا عارفين ان انت حد متخصص بيتكلم، مش حد داخل صديقتها مثلا. مع احترامنا الاصدقاء اكيد بيبقوا عايزين يساعدونا، بس ما بيلاقوا حد متخصص هو اللي بيتكلم بيبتدوا يستوعبوا ويصدقوا الموضوع. طيب يا دكتور اسماء، يعني في ظل يعني تزايد الجرائم الالكترونية، في ظل الثورة الرقمية الحاصلة اليوم داخل المجتمع، طبعا هناك استخدام واسع لوسائل التواصل الاجتماعي وأدواتها، طبعا عبر الهواتف ويعني وأدوات الاتصال اللي كلنا يعني احنا بنستخدمها. لماذا دائما فئات الشباب من كلا الجنسين هم الضحايا لموضوع التنمر من قبل من يقومون والله بهذا؟ أول حاجة غير التربية والنشأة وقلة الإيمان والحاجات دي كلها. وسائل الإعلام للأسف الشديد أحيانا بنتكلم عن المشكلة وما نتكلمش عن طرح حل لهذه المشكلة، وده اللي أنا دايما بقوله يا أستاذة شيرين. أنا دلوقتي اتكلمت في مشكلة، هثير كده الغبار عنها وخلاص؟ لا، أنا لازم أشوف حلول ليها. فالشباب عندهم نوع من أنواع البطالة، بطلة مقنعة، قاعدين فاضيين وراهمش حاجة يعملوها، بيتسلوا، غلاء المهور وإنه مش قادر يتجوز فيبتدي يحاول يعمل ده، وكأنه نوع من أنواع الانتقام من الآخرين. فانا شايفه ان الشخص المتنمر يا جماعه محتاجين ان احنا نعمل له ضوابط كتيره قوي في سلوكه، من بدايه للاسره ومن المؤسسات التعليميه ومن برامج الاعلام، ان يبقى فيه توعيه. طبعا في بعض البلدان العربيه بدات تحس بخطوره الموضوع ده يا صبري، يعني وانتشاره بشكل كبير مع انتشار التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي المختلفه. بدات تنشئ زي ما انت ذكرتي يعني اماكن ومراكز يلتقوا لها الاشخاص، أرقام اتصالات او هوت لاين، الارقام ساخنه للاتصال، بحيث ان الناس، في ناس بتخاف تواجه بالمشكله اللي عندها، زي الابتزاز الجنسي ده كتير على فكره حالات اكيد حصل فيها تعتيم. الاسره بتخاف من تشويه السمعه، وان ما فيش حد هيصدقنا، وان مجرد ان بنتنا تعرضت لده، وده سوء معامله برضه يعني للانثى للاسف، ان انت سبب الاسره في هذه النقطه. يا دكتوره بيعالجوا الخطا يعني بالخطا. طيب انت من خلال كلامك، هل خطورة هذه الجرائم يعني تضرب النسيج الاجتماعي المحافظ؟ طيب ما الذي يتوجب على الجهات الرسمية الأهلية بضرورة الاهتمام بجوانب التوعية التثقيفية
وايضا يعني اظهار خطوره الابتزاز الالكتروني، وكيف نواجهها من خلال هذه المنظمات او الجمعيات او المؤسسات التربويه او حتى لازم نعمل الاعلاميه؟ استاذ صبري برامج توعيه كبيره، او نعمل مراكز تاهيل اللي عايز يروح بنفسه يتعلم يروح، بتبقى فيها سريه زي ما بيجوا يستشيرونا في مشاكلهم. لازم كمان يكون في عقوبه. عندنا تجربه حلوه قوي عملت حل ممتاز في سنغافوره في سنه 2014، عملوا عقوبه للطلاب. تخيل التنمر المدرسي ان هم الطالب اللي بيتنمر على الاخرين بيتم هو واولياء اموره، لو هو ممكن يبقى طالب طبعا قاصر او حاجه، هيدفع $15,000 غرامه للتنمر. فبالفعل قلت، انا شايفه ان العقوبه صحيح. انه يدفع رجع. فلوس ويدفع غرامه، دي اكتر حاجه بتخلي الناس تلتزم الحقيقه. مع البرامج التوعويه طبعا لازم تحصل، ولازم يبقى في برامج ارشاديه، ولازم يعني ننمي الثقه بالنفس عند الشباب وعند الفتيات. في فتيات بتعمل كده، مش هنقول الشباب بس طبعا يعني. طيب دكتوره برأيك كيف ممكن احنا نوفر مسارات امنه يعني لهذول الاشخاص اللي وقعوا مع الاسف لضحايا التنمر الالكتروني؟ كيف ممكن نعمل توعيه مجتمعيه للمجتمع والله، حتى يتم زي ما قلتي الحد من هذه الظاهره؟ والله يا استاذه شيرين، انا في اقتراح كده جالي كده قلته في فتره بس ما كتبتوش حتى عندي، كنت حابه اكتبه يعني في منشور، ان احنا نعمل جروبات زي الجروبات السريه اللي بتناقش مشاكل المراه، والجروبات السريه اللي عالم الرجال وعالم المراه. يبقى في زي جروب كده شرطه فيسبوكيه مثلا، او للتواصل الاجتماعي في اي موقع، ان دول يبقوا جروب معروف ان هم بيدخلوا يتتبعوا كل التعليقات اللي الناس بتكتبها. واعتقد دي فكره حلوه قوي، اول مره حد يقترحها، ان هيدخلوا يشوفوا دايما يراجعوا التعليقات بتاع الناس عباره عن ايه، وحتى لو في الاكونت الفيك او الحسابات اللي هي غير مفعله او المزيفه، اكيد في مباحث الانترنت لازم تبحث وتشوف الكلام ده. وعلى فكره زي ما بيشوفوا ناس على مواقع التواصل الاجتماعي اخرى بتعمل فيديوهات اباحيه وكلام اسفاف وحاجات زي كده، وبيقبضوا عليهم لانهم بيتربحوا باشياء ضد الاعراف والتقاليد والمنطق والاخلاق، اكيد يقدروا طبعا يتتبعوا المتنمرين ويبقى لهم عقوبه رادعه، ونعالجهم في نفس الوقت. احنا ممكن ناخدهم من هنا نعالجهم في مصحات يعني. طيب دكتوره اسماء، يعني افهم من كلامك انه كيف نكسر حاجز الخوف عند الضحيه؟ كيف الضحيه تكون قريبه من اهلها، تحكي لهم بكل شيء، تبلغ الجهات الخاصة أو الرسمية، وحتى دكتور الأهل بقى يا أستاذ الأمنية؟ طيب للأسف يعني احنا بنشوف أنه أصبحت بعض الأسر، أنا أقول البعض يعني، الأب أيضا هو مشغول بالتليفون، الأم أيضا مشغولة بالتليفون. أنا دايما أقول الكلمة دي أنه كله ماسك الموبايل بتاعه أو يعني على اللاب، أو قاعدين في كافيات مش يعني في البيت. عفوا، نفتقد للجو الأسري الآن. يعني مثلا كان تناول وجبة الغداء هو اجتماع أسري، يعني كما تربينا وتعلمنا أنه الأسرة كلها الان مش بيحصل الا في رمضان دلوقتي ممكن، وفي رمضان احيانا الناس كمان يعني الاب بياكل لوحده، الام لوحدها، الاوقات اختلفت، مواعيد الاكل، لم يعد هناك الجو الاسري الدافئ للاسف الشديد، ولا الجو الاسري بالعكس، ولا الجو ربما العائله نفسها. ربما عفوا يعني الزوج في البيت بيتكلم مع زوجته بالواتس، الطفل او الشاب حقيقي. الشاب بيطلب من امه عاوز غدا وعشاء بالواتس، حتى بقى يعني اصبح هناك ايضا خمول عند الشباب، يعني قاعدين على السرير او في الصالون او بدون حركة. أنا مش عايزة نبقى ضد التقدم برضو يعني، خلينا كده إيه عصريين شوية في حلولنا يعني. مش هينفع أقول يا جماعة اقفلوا الموبايلات عن الولادة مثلا ما يجوا يذاكروا خدوهم منهم، أنا ضد ده بالعكس. أنا عايزاهم يندمجوا في الحياة العصرية ولكن بما يناسب متطلباتهم الحياتية. يعني دلوقتي عندنا أولادنا بيحبوا يمسكوا الموبايل طول الوقت، طب سيبه يذاكر، مش عايز، أنا خليه يذاكر على الموبايل، ودي حيلة أنا بتتبعها مع الأطفال. أنا اللي أقصده إنه لازم الشباب يتحرك، يخرج، يمارس الرياضة. يعني انا اللي احب اوصل انه اصبح في خمول عند الشباب، يعني الطفل الشباب بيمارسوا الرياضه اكثر شويه من البنات، بس اقول لك يعني الطفل اصبح خامل 19 سنوات مش عارف يروح المطبخ. ايوه فعلا، بينما احنا في السن هذا كنا بنلعب كوره، سباحه، بنمارس حتى الالعاب دلوقتي بتاع الاطفال. زمان كانت الالعاب عامله ازاي؟ كانت كلها حركه نشاط، كلها حاجات بيركبوها وبتنمي الذكاء. دلوقتي الالعاب كلها الكترونيه وقاعدين في المكان، مش بس الكترونيه وجالس واضرار صحيه وكذا، لا مع الأسف الأضرار تجاوزت هذه الأشياء، وبقت يعني ألعاب بقت تؤدي إلى الوفاة، البوبجي، الحوت الأزرق طبعا. ليه بقى؟ ما احنا قلنا في بداية الحلقة أن ما فيش رقابة من الأهل، الأم حتى هو بيبي صغير، وده غلط جدا على الأطفال، بيؤدي إلى التوحد وتأخر الكلام وصعوبات التعلم، بتسيبه على التاب أو على الموبايل وتروح تعمل شغلها. يعني في أشياء مثلا
الام بتفتكر انه ابنها او بنتها بتشوف مثلا اليوتيوب، بتشوف برامج اطفال، بتشوف اغاني اطفال، يعني كيف حتقدر تراقب؟ يعني في اشياء قد تكون في النص، زي ما عملوا الاستاذة شيرين دلوقتي، تكون بين الفيديوهات، مش في عملوا دلوقتي حاجات او برامج بتمنع البرامج الاباحيه والفيديوهات والحاجات دي؟ اكيد في طرق، الحاجات دي هتبقى للمتخصصين اكيد في التكنولوجيا والالكترونيات والحاجات دي كلها، هم اللي يقدروا يعملوا الحاجات دي. يعني مع الامهات اللي ما عندهمش خلفيه كثيره ويكون مثلا اولادها اذكى منها في المجال الالكتروني، لازم تتعلم. انا ضد ان الام تبقى مشكله، ايوه يعني لازم تتعلم، لانه اذا ما استوعبتش ايش التغييرات هي ممكن تحصل فجوة بينها وبين بس أولادها. في أمهات ذكية والله، بتبقى يعني ممكن مش متعلمة تماما ولكن عندها نوع من أنواع الذكاء في التعامل مع الأولاد. كي. تجيب حد متخصص هو اللي يعمل لها وبتسأل. وشفت أمهات كده عجبوني جدا، أقول لك بصراحة وأمهاتنا يعني زمان يا جماعة وجداتنا. أنت عارفة يا دكتورة، التربية بتاعت زمان كانت أجمل واحد. لسه بقول لها يعني وجداتنا زمان ما كانوش متعلمين، كان في قيام، كان في ضوابط، كانت الأم صح قاسية في تربيتها، بس يعني ربت وعلمت بنت مؤدبة فعلا صراحة. يعني انا مثلا يعني نستغرب عندما نشاهد مثلا بعض المجتمعات مثلا البنت مش لابسه كويس وهي في سن مراهقة، يعني بتقنع الام ان دي الموضة، والام عايزة تقتنع ان بنتها لازم تبقى على الموضة عشان يتقدم لها عريس. خلينا نتكلم كلام حقيقي واقعي، ده الواقع بجد. بيبقى في اقناع بالتدريج، ان اللي كان زمان اللبس اللي عادي دلوقتي دارج، زمان لو جدتنا شافوها يشحقوا ايه اللي انتوا لابسينه ده، مش ممكن. رغم ان الاسلام كرم المرأة بالحجاب، الاسلام كرمنا بالحجاب وفي ضوابط شرعية في اللبس، ولكن الضوابط الشرعية دي ما قالتش مثلا ان الساري الهندي هيبقى حرام لو انا لابساه كمسلمة بحجابي، قالتش لو لابسه الرداء الليبي هبقى حرام، ما قالكش زي معين حرام، هو اداك ضوابط. عشان كده هتلاقي كل بلد ليها الفلكلور بتاعها في ملابسها. صح. لو فيها الضوابط الشرعيه اوكي، لبست انا عبايه خليجيه فيها الضوابط الشرعيه فانا صحيح. تمام، ممكن تكون عبايه لبست الساري الهندي تمام، لبست الرداء الليبي تمام، وهكذا. صح كلامك يا محمد. طيب يا دكتور، بتشوفي انه توفير الدعم القانوني والنفسي لمن وقع ضحيه التنمر مهم لمعالجه طبعاً الآثار الاجتماعية، يعني مثلا بشكل مهني وقانوني؟ لسه قايلين دلوقتي تجربة سنغافورة دي، أنا شايفة لو هي اتعملت ومش هتبقى بالمبلغ الكبير ده، أكيد هيبقى في ضوابط، زي ما شفنا في الضوابط في المرور مثلا، إن لبس الحزام أثناء قيادة السيارة ناس كتير التزمت بيه جدا، لأن في ضوابط وغرامة مالية. فأنا شايفة إن الغرامة المالية من ضمن الحاجات اللي لازم تتعمل. يعني الغرامة المالية مش بس في حكاية التنمر، يعني في أشياء كثيرة مع الأسف لسه المجتمعات العربية محتاجة كده شوية ضبط إلى حد ما نوصل لمستوى الوعي والثقافة اللي بنعملها من تلقاء أنفسنا. يعني لسه بقول كده أستاذة شيرين، العقاب والرادع على شيء ضروري نتطور، لأنه حتى حين الواحد قد ينسى، أو بعض الأحيان بعض الأشخاص ما عندهش هذاك الاهتمام، ما عندهش هذاك الالتزام بالعقاب بالأشياء هذه، بيتم عمل حل هذه الأمور. في عندي كمان سؤال، المعلومات والبيانات اللي متداولة يعني على الملأ، هل تساهم في التعرض للتنمر الإلكتروني؟ طبعا، احنا مش قلنا دلوقتي ان الاعلام بيأثر؟ اي انا شايفه دايما اقول كلمه، المقوله اللي بحبها، اميت الباطل بالسكوت عنه. انا دلوقتي لما اقول تعرضت فتاه للابتزاز الجنسي وانتحرت وكذا كذا كذا، فين الرادع؟ فين العقوبه؟ فين القانون الجديد اللي انتم مثلا اصدرتوه؟ ففي حد تاني نفسه ضعيفه متنمر متخفي هيشوف القصه يقول لك ما حدش عارف حاجه والبنت ماتت، انا نفسي اعمل كده. لا لي انا فهمته من سؤال شيرين، يعني مثلا في بعض الفتيات مثلا تتصور في الفيلا الخاصه، تتصور في العربيه البرج. انت قصدك الناس اللي ما فيش عندها خصوصيه، يعني مثلا البنت لما بتتصور مع السياره المرسيدس او البرج في الفيلا، يعني واحيانا ما بتكونش حياتها الحقيقيه على فكره، في الشخص افتراضيه في الشخص للاسف المبتز. اغلب البنات الان مع الوقت الحاضر صبري، يعني كل اهتمامهم انه يعني زي ما قلت، يعني حتى لو مش حياة حقيقية بتروح تقف جنب فيلة الجيران وتتصور جنب عربية صاحبتها وتتصور، فدي حاجة اللي هي نوع من أنواع تزييف في المبتز. لا في المبتز، فأقصد أنه يعني من كلام شيرين عرف أنه هذه عندها فيلا وعندها عربية وعندها هنا يبدأ الابتزاز، سواء معلومات حقيقية أو مزيفة، في الحالتين لازم يكون في نوع من أنواع الخصوصية. يعني أنه مثلا ما فيش داعي أن أنا أنشر كل حاجة، اللي بياكلوا أكل بيصوروا، يعني كل حاجة في البيت الخصوصية، يعني الأماكن اللي بيترددوا عليها كثير. أنا شخصيا بقول لهم كده، يعني انا ما بتكلم عن شغلي، انا بتكلم عن شغلي بس، لا بنزل عن اسرتي ولا عن اولادي ولا عن حياتي الخاصه، بحاول انزل الحاجه الخاصه بالشغل بس. وانا اعتقد ان مواقع التواصل الاجتماعي في الاساس يا جماعه اتعملت عشان كانت في جامعه لو تفتكروا، يعني مش عايزين نقول اسامي المواقع يعني، بس اكيد كانت اتعملت في جامعه عشان طلبه يتبادلوا الانشطه و
تساهم في التعليم. طيب. فابتدت تبقى للعامة، فالعامة ابتدوا ياخدوها في التسويق، اوكي في شغلك حاجة كويسة جدا، ولكن اني اعمل تسويق لحياتي وفرجة وتبقى طيب. مفيش خصوصية. طيب صعبة. يا دكتورة أسماء، يعني الملاحظ يعني بالذات الفتيات إن شاء الله ما يزعلوش مني، يعني أيوة. مجرد يعني دخلت المطعم صورت الأكل، ركبت التاكسي صورت التاكسي، صورت إيدها، صورت المحل، صورت يعني أقول أنا لك أشوف تبرير ده إيه؟ يعني تبرير ده إيه؟ افتقاد للسعادة الحقيقية. هي مش سعيدة صدقيني، معظم الناس اللي بيتصوروا صور بيضحكوا جدا مبسوطين جدا، واسالني انا لان انا عندي كل المشاكل يعني اسرار انا اللي بس فعلا ما بيكونوش مبسوطين حقيقي. اقصد يا دكتوره يعني اصبحوا يحب المظاهر، شعب استهلاكي يحب المظاهر، يعني الصور في كل ثلاث دقائق صوره انا موجود وكاني يعني انا موجود، شربت كوبايه عصير صوره، شاي صوره، دخلت المطعم صوره، ركبت التاكسي صوره. انا بقول لحضرتك ده نوع من انواع انا عايزه ابين انا سعيد في حياتي، وانا بقنع نفسي مش بقنع الاخرين. فعلا معظم الناس اللي بتعمل كده مش سعيده. اللي جوزي جاب لي هديه، جوزي جاب لي ورد، بتكتشفي بعد كده ان هي وجوزها عندهم خلافات، ان هي خايفه من حد تاني بينافسها على بيتها، فبتبين ان هي حياتها كويسه. بس اعتقد في بقى يعني وعي خفيف، خلينا نقول بداوا يعني يجنوا عقاب هذه الاشياء، يعني طبعا البعض الان بدا يدرك انه لا بس بينزلوها يا استاذه شيرين ويرجعوا يعيطوا بعديها، يعني أيوة. تنزل الصوره وانا مريضه. عارفة يا دكتورة. طب انت اللي بتنزلي. طيب يا دكتوره، كم الموضوع الاكل انا اشوفه هو من الخصوصيات جدا، يعني الاكل عوره، يعني لما بيصور واحد اكل، ما في ناس كمان ظروفها صعبه. صح، برافو عليك والله. يعني يخش واحد مطعم ويشوف الخروف ويصور. اقول لك على حاجه بس صبري، حتى في عيد الام هو قرب، يعني كل سنه امهاتنا يا رب دايما بخير. في عيد الام الاعياد كلها في الاسلام، بما اننا تكلمنا عن الزي الاسلامي، الاعياد كلها في الاسلام عيد الفطر وعيد الاضحى، ده اكتر عيدين طبعا مشهورين. هل فيهم جرح المشاعر حد؟ لو لاحظت لاحظ مفيش. طيب لو عملنا عيد الام جرح للمشاعر رهيب، هو فعلا. مش عيد، هو ربع عيد والباقي كله بيعيط انه فقد مامته ومحروم منها، مظبوط. بينما طاعه الام هي طول السنه يعني. ايوه طبعا. فلازم يبقى في مراعاه لمشاعر الاخرين، مراعاه الحاجات اللي بتحصل من التنمر دي، المفروض نعمل عكسها، تشويه السمعه، تشويه معنويات الشخص اللي بيتم التنمر عليه. التنمر رقم واحد في المساوئ اللي حصلت من التكنولوجيا. دكتورة أسماء، الموضوع طبعا شيق، يحتاج الى حلقات كثيره طبعاً. يعني انت تكلم معاك ولا يمل. الله يخليك ان شاء الله. بس يكونوا الساده المشاهدين بالذات الاسر يعني استفادوا من موضوع هذا الصباح، ايضا الشباب ينتبهوا على انفسهم من موضوع التنمر، ما يكونوش اسرى لهذه المواقع، يكون ايضا في وعي ما بين الشباب، يعني مع ابائهم مع امهاتهم، يكونوا يعني الاسره تكون يعني قريبه من بعض، وعلى الفتيات ايضا اخذ الحيطه والحذر. صبري كمان الوازع الديني، يعني نتمنى انه من كل اولياء الامور الابناء وازعنا الديني لازم نحافظ عليه، وكل صحيح. واحد اي شاب يذكر اخته يخلي الله امامه. صحيح. كل بنت برضه تراقب الله في كل خطواتها، وما يخافوش يا استاذه شيرين من طلب المساعده والدعم، اللي هو على حق مهما كان هو تعرض لأي نوع من أنواع التنمر أو الابتزاز أو الاستغلال، إذا كنت على حق فإن الله سينصرك. إذن خالص تقدير لك الدكتورة أسماء مراد مستشار أسري، شكرا جدا حضورك معنا، نتمنى لك المزيد من التألق في مهامك القادمة. شكرا جدا. أسعد المشاهدين، أنا وشيرين ما زال في جوبتنا العديد من الفقرات الثقافية الفنية والصحية، نتابع كل ذلك بعد هذا الفاصل.
مرحبا بكم مجددا، عدنا لاستكمال بقية فقرات برنامجكم المباشر صباح اليمن اليوم. كما تعودنا ينضم معنا عبر الهاتف من صنعاء المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد، في البداية صباح الخير، نتمنى أن يكون يومك سعيدا. ما هي مستجدات الطقس خلال صباح هذا الخميس، وكم هي درجة الحرارة التي سجلتها محطات الرصد الجوي لديكم؟ الكلمة لك. أسعد الله صباحكم بالخير أخي صبري، أنت وزميل أسيرين وطاقم البرنامج وجميع مشاهدينا الأكارم. اتسم الطقس في بلادنا خلال اليومين الماضيين بالبرودة والبرودة النسبية، وذلك على محافظات بلادنا الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية. كما كان الطقس مغبرا نسبيا بسبب نشاط الرياح التي أثارت الأتربة والرمال في المناطق الصحراوية المكتوبة. وقد سجلت محطات الرصد الجوي في مختلف محافظات بلادنا الجبليه والساحليه وكذلك الهضاب الداخلي درجات حراره قبل يوم هذا كانت اقلها في عمران 5.4 وفي دمار 5.5 وفي صنعاء 6.8 وفي 11 درجات وفي حتى 10.5 وفي المحمود 11.6 وفي حتى 12.4 وفي سيئون 13.5 وفي نقيضة 15.4 وفي تعز 16.8. هنا أود أن أطمن لكم المواطنين وخاصة المزارعين بأنه لا يجب التخوف من حدوث أي ضريس أي صقيع يعني بسبب التبريد، ويمكنهم سقي مزروعاتهم بأمان وبإطمئنان وخاصة خلال الأيام المقبلة. نعم مهندس رشيد، هل هناك تنبيهات تحذيرات تود أن تخبر بها المواطنين، وأيضا توقعاتكم لدرجات الحرارة في اليومين القادمين إن شاء الله؟ نعم أختي شيرين، كما تحدثت وقلت في الحلقة الماضية بأن المركز الوطني للأمطار الجوية قد خفض مستوى التحذيرات إلى تنبيهات اعتيادية في إطار النشرة الصادرة الاعتيادية اليومية من المركز الوطني للأرصاد الجوية، وبالتالي يتوقع طقس بارد على صعدة وعمران وصنعاء ودمار والبيضاء والشمال محافظتي إب والضالع، وبارد نسبيا على مرتفعات شبوة وأبين ولهب وتعز وإب والضالع وغرب مأرب والجوف، مع فرصة للشكل والضباب والشابون المائي على المحاذرات المحاذية للسهول الساحلية. وتنشط الرياح على مدخل باب المندب لتصل اقصى سرعه لها 25 عقده مدير الاتربه والرمال، وتوقع ان تكون السماء خاليه من السحب المقبره في المناطق الصحراويه، والطقس قائم بدين على 5 قطره. وبالتالي ينبه المركز الوطني للارصاد الجويه والهجان كبار السن والاطفال والمرضى والعاملين اثناء الليل والصباح الباكر احدى الاحتياطات اللازمه للوقايه من الاجواء البارده، وكما ينبه ايضا سائقي المركبات على الطرقات الصحراويه والمحدثات الجبليه من التدني في مدى الرؤيه الافقيه بسبب الغبار والصابون المائيه. هذه هي اهم التنبيهات والتوقعات التشيرين. طبعا الضباب والصابون المائيه تتشكل بسبب الرطوبه والتبريد في نفس الوقت. طيب مهندس رشيد، السؤال الأخير بس، يعني هل الهدوء الآن في درجة الحرارة ستكون لفترة بسيطة من الوقت أو أيام قصيرة ومن ثم يعود الشتاء كما كان، أم أن هناك موجة شتاء شديدة سوف تكون قادمة؟ يعني شكرا لك على هذا السؤال. طبعا هناك في شهر فبراير، نلاحظ ان درجة الحرارة الآن يعني أقل درجة حرارة سجلت 5.4 في عمران، وبالتالي الأجواء باردة لكن قد تعود بأقل برودة، ولكن ليست بتلك البرودة التي تهجرها. لأنها فترة انتقالية الآن ما بين يعني ما بين الشتاء والصيف، هي فترة انتقالية. نحن في اليمن لا يوجد لدينا يعني الفصل الربيع وهكذا يعني والخريف. نعم 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 نعم. اوكي اذا ستكون هناك تقلبات وهناك موجات تبريد ولكن ليست بتلك الشده. نعم نعم مهندس رشيد العريقي ناطق رسمي لقطاع الارصاد في الهيئه العامه للطيران المدني، شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال. مشاهدينا الان ننتقل الى فقرتنا الثقافيه، وفي ملفنا الفني تجاوز عدد زائري معرض إكسبو 2020 10 مليون زائر حتى الآن، فيما يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
تنتهي رحلة الحدث العالمي المقام على الأراضي الإماراتية تحديدا في دبي في 30 مارس المقبل. كما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية للحدث العالمي حاجز 72.5 مليون مدفوعة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المتاحة عبر لايف من إكسبو، فضلا عن تغطية البث المباشر واسع النطاق. أيضا ساهم أسبوع الأهداف العالمية الذي غادر نيويورك للمرة الأولى في تاريخه واستضافه إكسبو دبي خلال الفترة من 15 حتى 22 من يناير الجاري في زيادة عدد زيارات المعرض العالمي بشكل ملحوظ. وشهد أسبوع الأهداف العالمية الذي أقيم بالتعاون مع الأمم المتحدة إقامة أكثر من 20 فعالية مميزة بمشاركة الساندا أوجيامبو المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة وجيروم فوستر الناشط الأمريكي في مجال العدالة البيئية وأصغر مستشار البيئة في البيت الأبيض على الإطلاق. وفي الفن أيضا استمر فيلم الحركة والمغامرات سبايدر مان نو واي هوم لعودة يعني يتحدث عن عودة سبايدر مان إلى الديار في تصدر لإيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققة إيرادات بلغت 11 مليون دولار. الفيلم من بطولة جينا أورتيغا ونيفي كامبل وديفيد أركيت وميليسيا باريرا ومن إخراج مات وتيلر جيليت. احتفظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقى سانج تو بالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 4.8 مليون دولار. وحلف المركز الرابع الفيلم الرومانسي ريدمينغ لوف بإيرادات بلغت 1.9 مليون دولار. الفيلم بطولة أبيغيل كوين وتوم لويس وفرانك جانسن ومن إخراج دي جي كاروسو. الفيلم بطولة رالف فاينز وجيما إرتيرتون وأريس إيفانز ومن إخراج ماثيو فون. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. Every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. كشفت مصادر من سلطات إنفاذ القانون الأمريكي هوية المرأة التي انتحرت بقفزها من أحد المباني الشاهقة في وسط نيويورك يوم الأحد. ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن المرأة التي قفزت من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقا هي ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة لعام 2019 تشيلسي كريست. ونشرت كريست البالغة من العمر 30 عاما قبل قفزها من المبنى منشورا على حسابها الشخصي في انستغرام قالت فيه ليجلب هذا اليوم الراحة والسلام. أيضا أصدرت عائلة كريست بيانا قالت فيه نحن نشعر ببالغ الحزن على وفاة حبيبتنا تشيلسي. وأضاف البيان كان نورها وجمالها وقوتها مصدر الهام لكثيرين في مختلف أنحاء العالم، جسدت الرحلة مفاهيم الحب وخدمة الآخرين من خلال عملها كمحامية تناضل في سبيل العدالة وكملكة جمال للولايات المتحدة. ننتقل الآن يا صبري إلى الفقرة اللي أنا أحبها، الفقرة الصحية. مشاهدينا، أعلن
مصدر رسمي في مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية حلمين بلحج عن تسجيل أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا. أكد مدير مكتب الخدمات الصحية بحلمين الدكتور حسن جابر أنه من خلال الرصد والمتابعة للحالات الإيجابية وأظهرت النتائج وجود 3 حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ونفي المديرية مؤكدا بأن هناك حالة رابعة ممددة أيضا بمحجر الضالع. شدد جابر على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا والحفاظ على التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر الإصابة بهذا المتحور. كشفت دراسة أجرها خبراء المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمات ما بعد كوفيد-19 يعانون من تشوهات في البنية المجهرية للرئة. ويشير تقرير الخبراء المنشور في موقع مركز أكسفورد للبحوث الطبية إلى أن الخبراء اكتشفوا لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد كوفيد-19 أمراضا رئوية من الصعب تشخيصها، حيث يعانون من صعوبة نقل الغازات في الدم. وقد شارك في هذه الدراسة العلمية 36 متطوعا، منهم 13 سالمين وبعضهم أصيبوا بالشكل الخفيف لمرض كوفيد-19، ومع ذلك يشكون من ضيق التنفس حتى بعد مضي عدة أشهر على شفائهم. وجاء في التقرير أن الباحثون تمكنوا بمساعدة التصوير برنين المغناطيسي وغاز الزينون مفرط الاستقطاب من تشخيص اضطراب عملية تبادل الغازات لدى المرضى الذين أصيبوا بكوفيد طويل المدى ولم يرقدوا في المستشفيات. وفي الطب أيضا أعداد كبيرة يتم استقبالها في المشافي والمراكز الصحية العامة والخاصة بالضالع نتيجة تفشي العديد من الأوبئة والحميات وانتشار متسارع للعدوى في ظل ضعف الخدمات الصحية وأشعة الأدوية والكادر الطبية. الزميل محمد الشعيبي من الضالع عد لنا هذا التقرير. شهدت محافظة الضالع انتشارا متسارعا لأمراض الحميات والأوبئة الأخرى واتساع دائرة العدوى في مدن وقرى مديرية المحافظة، حيث يتم استقبال أعداد كبيرة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة من مختلف الأعمار وسط شحة للأدوية وقلة الدعم ومحدودية الكادر الطبي والصحي، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين بالضالع. أكثر من 200 حالة يوميا خلاف المستشفيات الخاصة، هناك تضاعف لحالة الحميات في المديرية يوما بعد يوم تزداد الأعداد. في المقابل لا يتواجد هناك الأدوية اللازمة لمواجهة هذا الوباء الذي يفتك بالناس في المدينة وفي بقية مديريات محافظة الضالع. لذلك نحن نتوجه بنداء عاجل إلى وزارة الصحة وإلى المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الصحي بسرعة توفير ودعم المستشفى في مدينة قعطبة وبقية مديريات المحافظة بالأدوية اللازمة لمكافحة هذا الوباء والحميات حتى نتمكن من إنقاذ أرواح الناس في هذا الظرف الصعب. كما تتضاعف معاناة المواطنين بشكل أكبر في المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز صحية متكاملة وتكون بعيدة عن مركز المديرية أو عاصمة المحافظة، كما هو حال المواطنين في منطقة طورصة مديرية الأزارق والتي تعاني من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بسبب وقوعها بالقرب من مجرى وادي تبن، الأمر الذي دفع الأهالي إلى بناء مركز صحي على نفقتهم الخاصة ويتطلعون بأن يولي المجلس المحلي ومكتب الصحة بالمحافظة اهتمامهم بهذا المشروع وتوسعته ودعمه. نحن أهالي منطقة سماخة الواصلين من منطقة سماخة قطعنا مسافة كثيرة إلى هنا ما يبعد بأكثر من 3 ساعات إلى هذا المركز الذي بني على نفقة المواطنين في هذه المنطقة، ولذلك ندعو الجهات المانحة المنظمات والجهات المانحة والمجلس المحلي كوسلطة دعم لتوسعة هذا المركز. ما بين سندان غياب الخدمات الصحية وتدهور الأوضاع الاقتصادية ومطرقة الأمراض والأوبئة، يعيش أبناء الضالع فصولاً من المعاناة ويأملون من الجهات المختصة بسرعة التحرك لإنقاذهم في جميع المديريات. من مستشفى السلام بقعطبة، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع.
أتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى في بمرض كوفيد أو غيره من الأمراض في بلادنا الحبيبة، ونتمنى أن يتم الاهتمام بالجانب الصحي. مشاهدينا طبعا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، كنا مسرورين بلقائكم وبفقرتنا المتنوعة التي قدمناها لكم. أتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة يوم الأحد على خير وعافية إن شاء الله. إن شاء الله ستكون حلقة الأحد ضيف جديد وفكرة جديدة. جمعة مباركة عليكم، جمعة مباركة شيرين، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اليوم يعني كنت تعبانة رغم ذلك يعني واصل. كنت مشاركة لي في تقديم الحلقة يعني. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. السادة مشاهدين، أنا وبقية زملائي طاقم هذه الفترة الصباحية نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع بقية نشراتنا الإخبارية وأيضا برامجنا القادمة. التسمو دائما في وجه الحياة. سبح الدل والوادي على لحن الجداول والمراعي يرقصين الحور وتتراقص تراتيلي على بحر الهوى الهادي دنا ودن ودنا دنا ودن ودنا صخور الطور هناك الدرج تروض الخمايل من بيت أولادي أنا أول حضارة دونتها صفحة البلور أنا آخر حضارة تحتضر من ماضي أمجادي